كده في اربعه كسبوا 10 جنيه واربعه متساويين، وانا هدلعكم بس اتفرجوا لاخر الفيديو. تحدي المنتجات اللي بتكسب فلوس، النهارده معانا تحدي المنتجات اللي بتكسب فلوس، معانا اسماء متابعين كتيره جدا جدا جدا، وانا بشكركم ان انتوا بتكتبوا اساميكم في الكومنتات عشان نقولها في الفيديوهات الجايه. النهارده هنعمل فيديو قوي جدا للمتابعين، وواحد هيكسب 50 جنيه، اكتر واحد هيكسب فلوس النهارده معانا هيكسب 50 جنيه. يلا بقى عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده، النهارده هنفتح بسرعه جدا عشان النهارده معانا اسماء كتير، ومعانا العلبتين دول بس عن 12 24، وان شاء الله تكسبوا معانا. واول واحد وهو سعيد الحظ وهو ياسمين المصري، هنفتح اللبان اللي بيكسب فلوس، هنفتح باسم ياسمين المصري. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكسبي معانا. انا فاكره اللبان ده اصلا في كور وكان رخم في الفتح، بس اتمنى ان انت تكسبي. وكسبت نحلة، واول منتج معانا كسب نحلة وحظ اوفر يا ياسمين. ونشوف المنتج اللي جاي هيفتحه مين. انس محمد حلمي، يا رب يا انس تكسب معانا. المنتج ده كان بيكسب فلوس كتير قبل كده، وهو كان بيكسب خمسات وعشرات. وايه ده بقى، وكسب برضو نحلة. ونشوف المنتج اللي جاي مين اللي هيفتحه، ويا رب تكونوا سعداء الحظ النهاردة وتكسبوا الخمسين جنيه. عزة وعلياء، عزة وعلياء انا اول مره اشوف الكومنت بتاعهم، وانا بشكركم. لو انتوا وصلتوا لحد دلوقتي في الفيديو اتمنى ان انتوا تكونوا بتعملوا لايك، ولو ما اشتركتوش تشتركوا في القناه عشان احنا هنعمل مفاجآت قويه جدا الفيديوهات الجايه، وان شاء الله تكسبوا معانا وحظ اوفر المره القادمه وكسبتوا نحله. احنا بنقول اساميكم عشان انتوا بتحبوا ان احنا نقول اساميكم، واتمنى ان انتوا كمان تدعمونا. سما سعيد ومحمد سعيد، يا رب تكسبوا. وعايز اقول لكم ان انتوا لازم تذاكروا وتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتنا بعد ما تخلصوا المذاكره، يعني ما تسيبوا كل اللي وراكم وتتفرجوا، لا تخلصوا كل اللي وراكم وتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتنا. وكسبت سما سعيد ومحمد سعيد 5 جنيه، اول 5 جنيه لسما سعيد ومحمد سعيد، الف مبروك ويا رب تكسبوا معانا ويكون انتوا حظكم حلو النهارده. ونشوف مين اللي هيفتح. مازن وملك، يلا يا مازن يا ملك. انا شفت الكومنت ده قبل كده وانتوا على طول بتعلقوا لنا، اتمنى ان انتوا تكسبوا النهارده. واللبان اللي بيكسب فلوس مازن، كسبوا 10 جنيه لحد دلوقتي. مازن وملك كسبوا 10 جنيه وهم المرشحين اللي يكسبوا ال 50 جنيه لحد دلوقتي، هم كسبوا 10 جنيه. لو انت ما سمعتش اسمك وكتبت اسمك في الفيديوهات اللي فاتت، اتمنى ان انت مش اتمنى بقى، اكيد اسمك هيكون محطوط معانا النهارده، ويا رب تكسبوا ال 50 جنيه. احمد محمد، يا رب يا احمد تكسب ال 50 جنيه معانا في اللبان اللي بيكسب فلوس ونحله. تعال نشوف المتسابق اللي جاي مين وهيكسب ايه. معانا ست منتجات، محمد طارق وهنا طارق. لو وصلت لحد دلوقتي اعمل لايك وقول كومنت واكتب اسمك في الكومنتات عشان احنا هنعمل مفاجآت قوية جدا وفيديوهات قوية الفترة الجاية. وللأسف مكسبتوش حاجة بقى. ومازن سعد وآسر سعد، ومكسبتوش حاجة، حظ أوفر المرة القادمة. مين؟ سجدة صلاح سالم، يا رب يا سجدة تكسب معانا في اللبان اللي بيكسب فلوس، وانا اول مرة اشوف الكومنت بتاعك، واتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين بالفيديوهات بتاعتنا، ويا رب تكسبي معانا. وكسبت 10 جنيه، كسبت 10 جنيه كده بقى، اللي كسب 10 جنيه هبعت ل 25 جنيه هنا وهبعت 25 جنيه هنا، لو في حالة ان مفيش حد، ان في حد كسب اكتر من 10 جنيه، لو في حد كسب 20 جنيه انتوا كده هتطلعوا بره المسابقة. مين؟ اسمه فام هاني، انا عارف هاني على طول بيعلق لنا. وكسبت 5 جنيه، حظك جامد. ايه ده النهارده بيكسب 30 جنيه، المنتج ده قوي جدا جدا جدا، وده رابع واحد يكسب في المنتج النهارده اللي معانا، وحظ اوفر يا فام هاني، وان شاء الله ربنا يكرمك وتكسب معانا. رقية محمد، تعالوا رقية نشوف هتكسبي ولا مش هتكسبي، واتمنى ان انت تكوني متابعانا من زمان وتعملي لايك وتشتركي في القناه، ويا رب ما كسبتش حاجه، حظ اوفر المره القادمه.
وعايز اقول لكم لو انتم بتحبوا تتفرجوا على منتجات تانية قولوا لنا في الكومنتات، لو بتحبوا تتفرجوا على تحديات برضو تانية يا ريت تقولوا لنا عليها واحنا نعملها لكم. وهنفتح بحسين محمود، اسم حسين محمود هنفتح باسمه. يا رب تكسب معانا النهارده. اول علبه فتحناها اللي بان بيكسب فلوس، وللاسف ما كسبتش حاجه. حسين محمود اول مره اشوفه تعليقه في الكومنتات. تعال نشوف المنتج اللي جاي هيكون مين الكسبان فيه. 10 و10 و5تين، اللي كسبوا 10 و10 دول هيتقسم ما بينهم ال 50 جنيه، كل واحد ياخد 25 جنيه. بس اكتبوا لنا في الكومنتات اللي انتوا اللي كسبتوا، وان شاء الله ابعت لكم ال 50 جنيه. وتعالوا نشوف دلوقتي مين سعيد الحظ اللي هيفتح باسمه. ياسين ابراهيم، و اصحى للكلام سبائك ذهب. احنا كنا فاكرين قبل كده ان احنا كسبنا منه سبائك ذهب، بس للاسف ما كسبناش منه اي حاجه. والنهارده تحدي مين يكسب اكتر. رقيه محمد، يا رقيه محمد وان شاء الله تكسب. كسبت 10 جنيه، كسبت 10 جنيه رقيه. طب النهارده مش هزعلكم، واتفرجوا لحد اخر الفيديو عشان اقول لكم مين هياخد ايه. كسبت 10 جنيه رقيه، وحظي جامد النهارده، حظكم جامد النهارده. المكسب النهارده قوي جدا، انا اول مره اشوف المكسب ده اصلا في العلب الجديده اللي زي دي. وتعالوا نشوف مين اللي هيفتح معانا. انا عمال بعمل الفيديو بسرعه كده عشان ما تزهقوش. انس محمد حلمي، يا رب يا انس تكسب معانا سبائك ذهب، وما كسبتش حاجه وحظ اوفر المره القادمه يا انس، ويا رب تكسب معانا المره الجايه. اتمنى لو انت بتتفرج لحد دلوقتي ما عملتش لايك، ناسي يعني، اعمل لايك هو ببلاش. واتمنى ان انت تعمل كومنت لو انت عايز تتفرج على تحديات الفتره الجايه. و لو مش متابعنا تابعنا نور وسعد ومليكة، يا رب تكسبوا معانا النهارده يا رب. اصحى للكلام وسبيكة ذهب، وما كسبتش حاجه. التحدي النهارده قوي وناس كتيره فايزين، وفاضل 7 علب. ومروان محمد، يا مروان يا رب تكسب معانا يا مروان، وكسب 10 جنيه. اللهم صل على النبي، كل واحد النهارده كسب 10 جنيه. ومروان محمد كسب 10 جنيه النهارده كده، في 4 كسبوا 10 جنيه و4 متساويين. وانا هدلعكم، بس اتفرجوا لاخر الفيديو ان شاء الله، ربنا يكرمكم وتكسبوا معانا. تعال نشوف بقى مين سعيد الحظ اللي هيكسب دلوقتي. عبد الرحمن، يا رب عبد الرحمن تكسب بقى سبيكه ذهب، بلاش فلوس، عايزين نكسب حد سبيكه ذهب. اصحى للكلام، مفيش حد كسب من السبيكة الذهب لحد دلوقتي. انا نفسي اكسب السبيكة الذهب بس لحد دلوقتي ربنا ما كرمناش. وتعالى نشوف مين اللي هيفتح دلوقتي. مروان محمد، واصحى للكلام، ومفيش حاجة. لو وصلت لحد دلوقتي اعمل لايك، وصلوا لنا الفيديو ده يا جماعة 100 لايك. تعالى نشوف مين دلوقتي بقى سعيد الحظ. مريم اللي هنفتح باسمها دلوقتي، يا رب يا مريم تكسبي معانا. كسبت 5 جنيه مريم، والنهارده حظك حلو، بس انت خارج منافسه تحدي مين يكسب اكتر. وان شاء الله تكتبي اسمك ونقول اساميكم في الفيديو الجاي، ويا رب تكسبوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ام ياسين، فتحنا باسم ام ياسين، ويا رب تكسب معانا. وللاسف اصحى للكلام وما كسبتش معانا. اتمنى ان انتوا تكونوا بخير، وبقالنا كتير ما نزلناش فيديو ولا شفنا تعليقاتكم عشان احنا برضو دخلت مدارس وكنا تعبانين. ومعلش هننزل لكم الفتره الجايه فيديوهات قويه وتحديات قويه. وهنفتح باسم استاذ عاطف، للاسف ما كسبتش. وشكرا استاذ عاطف على سؤالك لينا، انت الوحيد اللي سالت علينا، احنا كنا تعبانين معلش. وكتر خيرك يا استاذ عاطف على السؤال. وتعالى دلوقتي نشوف اخر واحد، اخر اتنين بقى، اخر اتنين، محمد وسيف الفيوم. يا رب يا محمد تكسب معانا، يا رب تكسب معانا يا رب. ما كسبتش، واصحى للكلام وحظ اوفر المره القادمه. واخر واحد معانا النهارده وهو زينب سعيد. زينب سعيد يا رب تكسبي معانا، يا رب تكسبي معانا. واصحى للكلام، ما كسبتش حاجه معانا، وحظ اوفر المره القادمه. وبكده الفيديو خلص، واتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين. واللي كسب معانا النهارده 4 عشرات، كل واحد هياخد مني النهارده 25 جنيه. هتقولوا لي في الكومنتات كل واحد كسبان كام،
واللي كسب يكتب في الكومنت انا كسبت 25 جنيه وانا هبعتهم لك على طول. النهاردة عايزين ما ننساش ونقول اسماء الناس اللي كتبت برضو واحنا ما قلناش اساميها. النهاردة معنا اياد وسجا سامح ونور وسعد ومليكة واحمد محمود عبد الرحمن ومازن وملك وعلاء محمد وسجدة ونبأ ياسر ويوسف محمد وبشرة وقناة صالح وشؤمون وريتاج وريناد 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 وإياد أحمد وحدي أحمد. وأشوفكم الفيديو الجاي. أتمنى أن أنت تكون عملت لايك وتشتركت في القناة لو أنت مشتركتش وعملت كومنت وتقول لنا التحدي الجاي أنتوا حابين تتفرجوا على إيه. ومع السلامة.